جدا جدا هتعجبكم ان شاء الله. وهنعمل معاها شويه مكرونه اسباجيتي ان شاء الله. الوصفه اللي انا هعملها معاكم النهارده تعجبكم. بس النهارده قبل ما نبدا الوصفه عايزه اعزي طبعا اسره اختنا عبير الياسمين واقول لهم البقاء لله. طبعا الله يرحمها يا رب. ده يعني موتها بصراحه كان يعني مفاجأة لينا كلنا، يعني أثر في قلوبنا كلنا، كلنا بنحبها يعني إنسانة. يعني كفاية بس حب الناس ليها، أول ما عرفوا الخبر بوفاتها كل اليوتيوب زعل علشانها. كانت أخت محترمة جدا، يعني أنا والله العظيم يعني مش فاكرة إنها عملت أي حاجة وحشة، ولا قالت أي كلمة في حق حد، ولا زعلت من حد، ولا زعلت حد منها أبدا أبدا. يعني الله يرحمها كانت على طول يعني متصفة بصفاتها، انها في كل حفله بتحضرها، في كل عرض بتحضره كلها واجب وكلها ذوق، وكانت على طول يعني موصوفه بالاخلاق الطيبه والصفات الحلوه اللي فيها. كانت تدخل اي عرض تحب تساعد الناس كلها، تساعدهم في العروض، تساعدهم في الحفلات، ترفع للناس على المنتدى عندها. يعني ما حدش شاف منها بصراحه اي حاجه خالص، على طول كانت تشجع اي حد بالكلام، تشجعنا انا بالذات. كانت على طول تدخل معايا الحفله او عرض تشجعني تقول لي انا حاسه بيكي يا ساميه، انا حاسه بيكي بتعب كتير، ربنا معاكي والله، وادعي لي. كانت تقعد تقول لي ادعي وتدعي لي، كانت هي بتدعي لي وكانت تقعد تقول لي ادعي لي يا ساميه ربنا يشفيني في الايام يعني الاخيره اللي كانت تعبت فيها ساعتها. والله يعني انا مش هقدر انساها ابدا، عمري ما هنساها ابدا، في قلبي على طول، وطبعا اكيد هتبقى في قلوبنا كلنا. يعني انا مش قادره مهما اتكلم، انا ما بعرفش اتكلم قوي يعني، بس مهما اتكلم واقول اي حاجه في قلبي انا مش هقدر اديها حقها، الانسانه الجميله دي والله. يعني الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته، وكلنا ندعي لها بالرحمه والمغفره. الله يرحمها يا رب ويسكنها فسيح جناته، ويجعلها من اهل الجنه، وينور قبرها يا رب، يجعله روضه من رياض الجنه، ويجعلها في منزله الشهداء والصديقين، اللهم امين يا رب العالمين، ويرحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين. الحمد لله، إرادة ربنا، إرادة ربنا فوق كل شيء طبعا. ما كنتش عايزة أزعلكم والله، بس لا أنا قلت حبيت يعني أعزيكم، أعزي طبعا كل إخواتنا على اليوتيوب، وأعزي أسرة عبير طبعا. ربنا يصبرهم يا رب ويصبرنا، اللهم آمين يا رب العالمين. هبدأ معاكم بقى الوصفة، نقولها مع بعض. الوصفة بتاعتنا زي ما قلتلكوا كده، اللي هي هنعمل مع بعض اللي هي شيش طاووق من غير العصيان بتاعت الشيش طاووق اللي هي الخشب دي. انا معايا كيلو من الوراك المخليه، انا طبعا بشتري يعني ممكن تشتريها مخليه من عند بتاع الفراخ مخليه جاهزه، ممكن لو عايزه تجيبي انت وراك وتخليها براحتك خالص. انا جبتها بصراحه وخليتها زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده، بتخليها من العظم خالص تمام كده. قطعتها طبعا، غسلتها بالدقيق والملح والليمون وشويه خل، وقطعت الورك نصين او تلات او تلاته، تقطعي الورك مثلا على تلاته على حسب ما انت عايزه القطعه كده. انا ست واحد اهو خلياه، عايزه اقطعه قدامكم برضو اهو، سهل جدا خالص، ما بياخدش اي حاجه، وبتنشفيها طبعا وتصفيها تخليها ايه ناشفه من الميه تمام. هتقطعيها مثلا الورك على اتنين زي ما انا عامله كده اهو، شايفين ما شاء الله، وريحتها جميله جدا، ما فيش زفاره ولا اي حاجه خالص. بتقطعيه زي ما انا قلت لك كده على اتنين او تلاته على حسب حجم الاوراق اللي انت هتجيبيها. لو الورك مثلا كبير شويه هتقطعيه مثلا على اربعه او على تلاته، لو الورك وسط هتقطعيه كده على اتنين تمام كده. وعايزه اقول لكم يا جماعه ان مفيش حد يعني واخد منها اي حاجه، يعني شوفوا احنا كلنا بنبقى موجودين مع بعض، في لحظه تبص تلاقي ما في تلاقي يعني تلاقي حصل حاجه، في لحظه تلاقي حصل حاجه ومنبقاش موجودين. فكل واحد لازم يعني يخلي باله من كلامه اللي هو بيقوله لاخوه يعني مثلا او لاخته، يعني الواحد يبقى حريص ان ما يقولش كلمه مش كويسه تطلع من بقه لاي حد، ويتعامل مع الناس كويس بما يرضي الله. يعني الدنيا مش مستاهله ان حد يزعل من حد او حد يحقد على حد او كده يعني، وربنا يرحمنا برحمته يا رب، اللهم امين. كده انا قطعت طيب الاوراق بتاعتي زي ما انا قلت لكم كده، هبدا بقى اعمل الخلطه بتاعتها. هنعمل الخلطه بتاعتها لا عشان بتحتاج تقعد وقت طويل في التتبيله. التتبيله بقى عباره عن ايه؟ هنجيب طبق التتبيله، عباره معايا 3 كوبايات من الزبادي زي ما انتم شايفين كده، اي نوع زبادي بقى تعجبك، عايزه تجيبي زبادي بلدي براحتك، الحجم ده اللي هي 100 جرام. معايا 3 علب من الزبادي، معايا كمان طماطمايه مبشوره ناعم، معانا كمان ايه توابل البصلايه برده مبشوره ناعم،
معانا بقى ملح وبهارات 7، وكمان معلقة كبيرة من البهارات بتاعت الفراخ، معانا كمان معلقة شطة ومعلقة فلفل اسود. تمام كده، لو عايزة تحطي بابريكا ممكن تحطي معلقة بابريكا برضه. هنبدأ بقى نضيف كل المكونات دي. الزبادي الأول طبعا اهو، بسم الله. ثلاث كوبايات زبادي او واحدة من الحجم الكبير. تمام كده، نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سهلة جدا ان شاء الله الوصفه اللي انا هعملها معاكم النهارده دي تعجبكم وتبداوا وتعملوها على طول يعني، وتستغنوا عن العصيان بتاعت الشطاووق والحاجات دي كلها. هنضيف كمان الطماطميه اهي، وكمان البصله، كل الحاجات دي على بعض، والتوابل الحلوه بتاعتنا اهي، كل التوابل دي الجميله الحلوه دي اهي. الله الله الله، وشويه زيت زيتون او شويه زيت ذره، انا بفضل زيت الزيتون، مش متواجد زيت زيتون حط بقى زيت ذرة. تمام، شويه كده حوالي ربع كوبايه من الزيت، زيت الزيتون، ونقلب كل الخليط الحلو ده مع بعضه اهو يا جماعه، شايفين نضربهم كويس. التتبيله دي بقى يعني كل ما تسيبيها الاوراق دي في التتبيله، الفراخ في التتبيله من مثلا تبيتيها ليله كامله يبقى احسن. مش هتبيتيها بقى، تسيبيها ساعتين، اقل حاجه ساعتين مش اقل من كده، علشان تاخد بقى من التتبيله دي وتبقى حلوه كده اهي. تقليبه بس جامده، ونبدا بقى نضيف القطع بتاعتنا اهي كلها كده. الكميه اللي انت عايزاها اعمل ايه كده، تمام كله تمام. شوفوا شايفين كله مخلوط، يعني كل قطع الدجاج يعني في قلب التتبيله اهي، ونسيبها بقى لمده ساعتين او ليله كامله زي ما قلت لكم، ونرجع مع بعض تاني نشوف هنعمل ايه اهي كده. نهائي الشكل النهائي بتاعها، الريحه عايزه اقول لكم الريحه بتاعتها جميله جدا جدا جدا. خلاص كده هغطيها بقى بستريتش، وبعدين نرجع تاني بعد ساعتين وارجع لكم هنشوف هنعمل ايه فيها. إيه خلاص كده بقى احنا سيبنا قطع الدجاج اللي احنا تبلناها مع بعض في التتبيله بتاعتها، وقلنا نركنها ليله كامله او لمده ساعتين. احنا دلوقتي هنقطع بقى الخضار عبال ما التتبيله كده، عبال ما قطع الدجاج تاخد وتدي مع بعضها كده في التتبيله، نقطع مع بعض قطع الخضار اللي احنا هنشويها مع الشيش طاووق. معايا فلفل الوان وقرن احمر وواحد اصفر وفلفل اخضر وشطه، لو حابين شطه لو مش حابين استبعديها. معايا كمان طماطم وبصلايه، معايا برضو ربطه حزمه بقدونس او كزبره الموجوده عندك اعمليه، لو مش موجود خضره خالص عادي براحتك يعني مش مشكله. هنبدا بقى نقطعهم برضو تقطيع كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم كده. الفلفل طبعا بيكون طازه وحلو كده زي ما انتم شايفين، لو عندك بقى فلفل برضو متخزن في الفريزر عادي براحتك اعملي منه يعني، بس التقطيع اللي احنا هنقطعه ده تقطيع مكعبات يعني قطع كبيره كده، علشان طبعا هيتشوي لازم القطع بتاعته تبقى كبيره كده زي ما انتم شايفين. تمام، انا حبيت اوريكم برضو تقطيع الفلفل هنعمله ازاي مع الشيش طاووق ده زي برضو ما بنعمله بالظبط مع العصيان، لان انتوا عارفين طبعا لما بنكون عاملينها في عصيان بندخل بنعملها قطع كبيره كده علشان ندخلها في قلب العصايه بتاعت الشيش طاووق. نفس الشيء برضو عشان احنا هنعملها في الطاسه مش هنعمله في عصيان المره دي، فحبيت ايه اوريه لكم برضو ان التقطيع بتاعته تكون كبيره شويه. سهل جدا جدا. الفلفل الاحمر الالوان ده انا مخزناه يا جماعه برضو عندي على القناه بطريقه جميله جدا، بيفضل قاعد معايا من السنه للسنه ما بيجرلوش اي حاجه خالص. طبعا وريته لكم قبل كده كتير في بعض الاكلات اللي انا بعملها اهو كده.
كبيره حلوه كده. تمام. ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معلش انا لو بطول معاكم الفيديو شويه، انا ببقى حابه اوريكم كل حاجه خطوه بخطوه اللي انا بعمله. الفلفل طبعا الحامي بنقطعه عادي كده شرايح كبيره شويه اهو، زي ما قلت لك كده. عايزه تبعدي الفلفل الحامي براحتكم، يعني الشطه حسب الرغبه، بس الصراحه الشطه بتدي طعم جميل جدا جدا للشيش طاووق او لاي بعض لكل لبعض الاكلات، يعني مكرونه كمان. هنعمل زي ما قلت لكم مكرونه اسباجيتي مع الوصفه بتاعتنا بتاعت النهارده دي. الطماطم برده هنقطعها مكعبات اهي كده، شايفين شكل الخضار اصلا، والبصله كمان هنقطعها برده مكعبات اهي كده. كل الخضار جميل جدا يا جماعه، مفيد يعني، تعملوا الخضار تاكلوه برده مع الوصفه اللي احنا هنعملها، وبيدي طعم جميل طبعا وخطير للوصفه بتاعتنا. الفلفل برده الاخضر هقطعه برده شرايح كده اهو بس. وهنروح مع بعض بقى دلوقتي على البوتاجاز علشان نشوي الخضار بتاعنا. كل حاجة طبعا بنعلق عليها زي ما عودتكم كده. هنعمل مثلا وصفتين، بتعلقي بقى عندك البوتاجاز ليه كام عين، بتعلقي الوصفات اللي انت هتعمليها على كل عين، على كل عين من البوتاجاز الوصفة اللي انت هتعمليها، فبتخلصي الاكل كله مع بعضه. وبألف هنا وشفا طبعا للي ياكل اهو. شايفين كمية الخضار اللي مقطعاها، كمية حلوة يعني كده. يلا بينا بقى على البوتاجاز علشان نشوي الخضار ده مع بعض. كده يا جماعه هنبدا مع بعض نجهز للوصفه بتاعت النهارده. احنا هنعمل وصفتين زي ما قلت لكم كده النهارده، هنعمل مكرونه بالصوص وكمان هنعمل الشيش طاووق. تمام كده معايا، انا معلقه على حله من الميه علشان نسلق المكرونه بتاعتنا. خلاص الميه بدات تغلي، هحط بقى المكرونه، مكرونه اسباجيتي. عايزه تعملي معاها اي نوع يعجبك براحتك برده يعني، بس انا بفضل معاها الاسباجيتي بتبقى جميله جدا. بس الاكياس الميه غليت معانا خلاص، هنعمل فيها ايه بقى؟ هنحط فيها طبعا الملح، بسم الله، حوالي معلقتين ملح كده، وكمان هنحط لها شويه من الزيت. طبعا انتوا عارفين المكرونه بنسلقها بشويه ميه مغليه وشويه زيت وشويه ملح عليها يعني قبل ما واحنا بنسلقها. هنضيف بقى المكرونه، عايزه تقطعيها يعني براحتك تكسريها يعني، لكن انا بحبها سليمه كده اهي. حطيها ونسيبها طبعا لمده 5 دقائق، ما نخليهاش كتير من معانا. طبعا انت بتعملي المكرونه على حسب عدد الافراد عندك اللي هياكل. تمام كده كله تمام. الصلصه بقى اللي قدامكم دي، الصلصه دي اللي انا عملتها، ضربت الطماطم في الخلاط حوالي نص كيلو من الطماطم، طبعا معموله بزيت ذره، طبعا معموله انا عاملاها بزيت ذره. لو عايزه تعمليها مش بزيت ذره عادي يعني، ممكن تستخدمي الزيت العادي بس يكون زيت كويس ملوش ريحه وكده. طبعا الطماطم، عصير الطماطم ده انا ضربه معاه بصل وفلفل حامي او فلفل بارد اللي يعجبك برده يعني، اللي مش حابب الشطه يستبعدها خالص. وكمان هنضيف لها بقى، وحاطه طبعا شويه زيت كويسين جدا عشان الزيت بيدي لمعه جميله جدا للمكرونه. هنحط لها فصين توم بس بشرهم اهم طبعا، وكمان التوابل بتاعتنا معايا فلفل اسود وكمون وكزبره. نحطها برده على الصلصه وندي لها تقليبه بقى كده، ونسيبها طبعا تاخد وتدي نفسها، تاخد وتدي مع نفسها في الغليان لحد ما تتسبك شويه. الصوص ده بيبقى جميل جدا جدا. وهنضيف لها كمان معلقتين صغيرين من الملح كده، وطبعا ندوقها لو لقيناها محتاجه ملح، ما نكترش يعني الملح دلوقتي، لو لقيناها محتاجه ملح نحط لها ملح. تمام كده، دي هسيبها يعني، شايفين كل حاجه متعلق عليها مع بعضها. دلوقتي هعمل ايه بقى؟ المكرونه زي ما انتم شايفين بتغلي اهي كلها، هسيبها طبعا يعني ما تغطيش الحله على المكرونه، خليها كده علشان ما تفرش وتبهدل لك الدنيا. هنعمل ايه برضو بعد كده؟ احنا هنشوي بقى الخضار بتاعنا.
بس البوتاجاز. هنبدأ بقى نشوي مع بعض الخضار. معانا مكعب من الزبدة، ناخد منها مكعب بس واحد كده عشان نحط معاه شوية من الزيت، شوية صغيرين من زيت الذرة أو زيت زيتون اللي هي يعجبكم كده. تمام، كله تمام. وصفة جميلة جدا وسهلة، تعجبكم أوي أوي أوي، طعمها كمان خطير. عايزة أقول لكم إن الصلصة دي أنا حطيت لها معلقة من معجون الطماطم، معلقة كبيرة من معجون الطماطم علشان بتديها لون أحمر كده وحلو. نسخن بس الطاقة ونبدأ نشوي، ننزل بالخضار بتاعنا علشان يتشوي. بسم الله أهو. نبدأ بقى نقلب فيه كده لحد ما ياخد لون حلو معانا. شايفين منظر الخضار أصلا؟ الله الله الله، جميل جدا جدا، والريحة خطيرة بقى مع معلقة مكعب الزبدة اللي احنا حطيناه ده، والصلصة بقى صوص الصلصة كمان ريحته فظيعة جدا صراحة يعني. قلب بس تقليبة كده، شايفين الزيت أصلا بيعوم على الوش أهو. أنا عايزة يبقى كمية الزيت اللي احنا بنحطها تبقى كمية حلوة علشان تدي لمعة زي ما قلت لكم كده للمكرونة. هنضيف كمان الخضار ده، لو موجودة عندك بقدونس أو كزبرة، الموجودة عندك اعمليه حطيه اضيفيه، بيدي طعم جميل جدا جدا وريحة حلوة كمان فظيع. شايفين الجمال؟ نعلي شوية بقى. أنا طبعا مش هشيل الخضار ده غير لما يتلسع كده ياخد لسعة، بيبقى منظره تحفة. نبص برضو على المكرونة، طبعا شايفين المكرونة ما شاء الله اهي، دقيقتين اتنين بس بالظبط وهدفع عليها. أنا مش عايزاها تبقى مهرية يا جماعة، المكرونة زي ما انتوا شايفين كده، شايفين الشكل تحفة. نقلب كله مع بعضه. كده خلاص يا جماعه، شوينا الخضار بتاعنا، شوحناه خالص، حروقناه كمان. هنطفي بقى، والصلصه بتاعتنا جاهزه كمان هنطفي عليها. خلاص هنبدا بقى نشيل الخضار في قلب الطبق كده نفضيه. الله الله على الجمال، شايفين يا جماعه ما شاء الله، عشان هناخد الطاسه المحروقه دي ونعمل فيها بقى قطع الشيش طاووق بتاعتنا، بس قلت افضيها كده اهي، مش هنعمل مواعين ولا اي حاجه خالص، يعني هي نفس الطاسه حتى لو اتحروقت هنعمل فيها برضه. تمام كده، كله تمام. شايفين بقى منظر الخضار؟ الله 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 الله، والريحه بقى ما اقولكوش يا جماعه، خطيره خطيره خطيره. يبقى احنا كده عملنا في نفس الطاسه، هنعمل ايه بقى؟ شويه زيت تانيين، شويه زيت ذره، وكمان مكعب من الزبده، مكعب صغير كده اهو عشان تشوف كل حاجه واضحه قدامك. انا موطيه على فكره النار خالص علشان الزبده ما تتحرقش، لحد ما تفك كده بس. طبعا بقى النتيجه يعني نتيجه تشويح الخضار في الصينيه هيدي برده طعم جميل جدا لقطع الاوراق اللي احنا مقطعينها. ونبدا بقى ناخد قطعه قطعه كده، بسم الله ها، ونربطهم جنب بعض. بسم الله الرحمن الرحيم اهي كده،
شايفين السهولة بقى، أسهل حاجة، وإن شاء الله النتيجة دي بقى هتعجبكم جدا، ومش هتعملوها إلا كده إن شاء الله يعني بالطريقة دي. أهي كده طبعا لحد ما الطاسة تاخد معانا. بس كده هسيبها طبعا وافضل معاها طبعا اقلبها، كل ما تحمر اقلبها، اديها تقليبه. من على الجنبين يعني، هتاخد تقليبه بس تحمر الاول من تحت وبعد كده هقلبها. نعلي بس عليها النار شويه. الريحة يا جماعة بقى مش عايزة اقول لكم، الريحة خطيرة خطيرة. هقول نغنيهم بس كده مع بعض. هنبدأ بقى نبص عليها ونقلبها. ما شاء الله كده احمر اهي من ناحيتين. نقلبها كده كل شويه، نقلب فيها لحد ما تحمر من ناحيتين الاثنين اهي. ما شاء الله شايفين اللون اهو، شايفين؟ ممكن تعمليها على فكره بصدور فراخ عادي برضو، يعني تقطعها صدور الفراخ صغيره شويه وشرايح رقيقه شويه برضو، هتستوي معاكي وتبقى زي الفل. هنفضل نقلب فيها برضو كده، وهخلص الباقي كله واوريه لكم في الاخر شكله النهائي هيبقى عامل ازاي. كده زي ما انتم شايفين يا جماعه، كل الشيش ده انا عملته خلاص كده احمر من ناحيتين. هنبدا بقى نجيب الخضار بتاعنا الجميل ده اهو. بسم الله، شايفين الجمال يا جماعة؟ ما شاء الله يعني، ما شاء الله ما شاء الله. ونقلبه، نديله تقليبة كده مع بعضه اهو. وهسيبه طبعا، هوطي عليه النار بقى شوية، مش هزوده أي حاجة خالص، هوطي بس عليه النار وأسيبه لمدة 5 دقايق وأغطي عليه يستوي مع بعضه، وأرجع بقى نعمل مع بعض المكرونة نحطها في الصوص بتاعنا الخطير ده. هغطي عليه كده واسيبه 5 دقايق بالظبط وارجع لكم تاني. كده يا جماعه زي ما انتم شايفين، انا غطيت شويه لمده 5 دقايق، وحبيت اوريه لكم برده وهو بيغلي مع بعضه كده مع الخضار. الشكل ما شاء الله يعني تحفه، والريحه خطيره جدا جدا. اللي ما حطش لايك طبعا يحط لايك يا جماعه، ما تنسوناش في اللايك، واللي مش مشترك عندي في القناه يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. كده خلاص انا هرفع عليه خلاص، ونبدا نعمل مع بعض المكرونه نحطها في صوص الطماطم. طبعا لو انتم مش هتتغدوا دلوقتي بتدفعي عليه على الحاجه، وما تحطيش المكرونه في الصوص بتاعها غير لما تكوني هتقدميها خلاص. تمام كده، شايفين المنظر خطير جدا جدا. وكمان كده خلاص استوى، وهوريه لكم برده في الاخر مع المكرونه. بكده يا جماعه خلاص خلصنا الوصفه بتاعت النهارده. المكرونه طبعا حطيتها في الصوص اللي انتوا شايفينه كده، شايفين ما شاء الله يعني مش معجنه ولا اي حاجه خالص اهي. انا فضيتها بقى في القالب على طول علشان ما ناخدش وقت برده. واللي خلصنا كمان الشيش طاووق. طبعا لو عايزه تغرفي في اطباق زي ما انت عايزه يعني، كل واحد وراحته. هفضي بقى طبعا عليها بس، حبيت اوريها لكم. ادي الشيش طاووق بتاعنا، طبق جميل اللي احنا عملناه، والمكرونه الاسباجيتي بتاعتنا هنفضي بقى عليها الشيش طاووق. وسخن بصراحه، ثواني بس اهو، شايفين الجمال؟ الله 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 الله، يعني حاجه فاخر من الاخر صراحه يعني. طبعا ده صوص، مش ده صوص اللي هو واقع ده في مع الشيش طاووق ده، جميل جدا جدا كمان.
شايفين الجمال؟ عايزه اوريكم برضو انها استوت وجميله جدا اهي، شايفين يعني بتتقطع مستويه خالص، سخنه جدا مش عارفه امسكها، بس طعمها وريحتها يا جماعه خطيره. والمكرونه بتاعتنا كمان تحفه تحفه اهي، اوريكم برضو طبعا شفتوها دلوقتي، شايفين المكرونه جمال ما شاء الله. يعني اتمنى تكون الوصفه بتاعت النهارده تكون سهله وبسيطه وخفيفه عليكم، وتجربوا الوصفه وتقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. ان شاء الله الوصفه تعجبكم، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده من وصفات سامية زين. وهنزوق طبعا معلش بقى شويه بقدونس كده على الوش برضو، يعني لازم تدي الحاجه حقها كده والمنظر يبقى بتاعها جميل، وتفضلوا معانا. ودي كانت وجبه الغداء بتاعتنا بتاعت النهارده، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده من وصفات سامية زين. مع السلامه.